إذن معنا المشاهد بونور زيدان زيدان المدعو محمد المدعو محمد، والمشاهد صالح بن عيش المدعو عمار. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا، يعطينا سي بونور المشاهد سي بونور يعطينا الشهادة تاعو فيما يخص الشهيد تيري محمد الذي تكلمنا عنه مؤخرا، والذي ينحدر من مدينة عين توتة وسقط شهيدا في معركة مرمورة يوم 28 ماي 1958. كيفاش كانت المعرفة تاعك انت شخصيا بالشهيد تيري محمد مادام راك تعرفه؟ تيري محمد هو خرج السكشن تاعنا احنا، هو كان في الجيش الفرنسي. هو كان في الجيش الفرنسي، جاء عنده نهار واحد. نهار واحد هي؟ نهار واحد حنا مسقوطين وخرج. كان معايا في سيكسيون. اللي كان انا يمشي بدوكرو. جاب سلاح معاه؟ جاب مارت. مارت واش منه مارت؟ جاب مارت 49 ونحينا من المارت. داهم الشابور وعطيناه موزان المارت. عطيتوه موزار المون. ايه؟ هو قعد ايامات معنا، قعد بزاف. قداه المدة ما تشفاش يعني؟ يعني مدة ما عرفتش 3 شهور 4 شهور ولا 5 نعرفوا بيها. أكثر من 3 شهور ريح معكم. أكثر من 3 شهور. هو إشارة طويل. إيه. وبصحته ما شاء الله. عنده صحة وهيئة عسكرية صحة. كنت أنا ديما هو ما يهابش. ما يهابش. ما يهابش. يخرج هكذا يخرج قبل الكار ولا حاجة، حكمت وأنا 17 سنة كنت أسمع جي محمد. حنا ما عندناش دبابة الطيارة، ما عندناش يجي ورانا، حنا كل يشوف من العسكر، يجي يضرب وهرب، يا متي يا حكمك يا قتلك، دلخ روحك شوية، هو ما يهبش، يخرج يمشي لابس ميليتير نورمال، هدرت من السابودة ربي يرحمه، قلت له شاهد هكذا، شوف جينا هنا الرو، ما كانش يقول لك بدو سيكسيون هنا، قلنا واحنا هنا عبد الحمد مسخوطين، وبوه منين يكشفنا وبوه الشام يكشفنا يقولوا ما يهمش خلاص، بلاش لابس ميتريتين ويخرج يدو. يا شعب قلت له ما عندناش دبابة الطيارة، كنت عشان محمد، ما كانش حكمه بدون سكشن أحمد زبيان، أحمد زبيان في المشعبة. بعتها لبيه أحمد تم، بدو سي مصطفى دار سي خليفة بدو تم، بدو روح لعندهم، من تم ما التاخيتوش حتى هو نهار المعركة. نهار المعركة تاع مرمورة. نهار المعركة تاع مرمورة هو كل شيء أحمد بن كل شيء أحمد الأبيض. أحمد الأبيض كل شيء أخبر في المشعبة. في المشعبة. جويه 7 تاع الصباح 7 7 ونص. ضرب السيارة الأولى تما. السيارة جات السفرة هذيك ضربت تما بومبات وكما صارت. سيدي كيف يسموها يا ربي. المشعبة معروفة معروفة. المشعبة من هنا كان كيف السراق؟ لا منا كيف يخرج. كاين بني احمد بكاب السراق. بني احمد يوم جيزه مني مع العين الجهن قبلها منا. العواطية. كاين في العواطية. كروشو مشيت الحكومة كي كروشو. روبليا ولا جهتنا. قبل ما يوصلنا العسكر حنايا. روبليا وجهة مرمورة يعني. جهة مرمورة، جهة بو همدان. أنت هو يعني الوحيد اللي بقيت من حي من الجماعة اللي شاركوا في مرموره، وعمي عبد الله ابو ذرصه، وعمي عبد الله ابو ذرصه الوحيد من اللي شاركوا في المشعبه، مع التذكير باللي المشعبه والمرموره هي يعني نفسها وجيش واحد. هو جيش تقولوا له انتم جيش تاع ختله، تاع جيش تاع خليفه ختله. احمد الابيض ربي يرحمه استشهد في المشعبه. كان جندي نعرفه جندي، ومن بعد ما كتبوا شاف شكل بعد يقول المشعبه يعني درك عمي زيدان، يعني درك باختصار انه انت تاكد لنا باللي الشهيد تيري محمد فار من الجيش الفرنسي، صح، وجاب معاه مات 49، قعد معك مده تزيد اكثر من 3 شهور، وبعد تفيكتا بشارة عند أحمد الأبيض. عند أحمد الأبيض. هاي في العواطية. واستش...
وسقط الشهيد انت مادام اسمك عاش معاك دونك اسمك سقسيت عليه كي سقسيت عليه دي حاجه كيما نعرفو زوجي الحمد لله دونك استشهد في المعركه تاع المشعبه يوم 28 ماي 1958 احمد وعمي عمار على هذه الشهاده نشكركم بزاف بزاف يعطيكم الصحه بالك أو نتصلوا به إن شاء الله. عبد الله أبو درسة كان في المشعبة. وعبد الله نعرفونه يعرفني مليح من الشيخ ما هو السؤال كيس؟ عمي عبد الله نعلمك فقط باللي لقينا العائلة نتاع تيري محمد الشهيد تيري محمد. أيوه. رانا اتصلنا بك تزيد تعطينا شوية توضيحات على هذا الشهيد. على حسب يعني على حسب المعلومات اللي عندك احنا نعرفوا بلي السنين مرت راهي 62 سنه مش 28 ماي 58 اللي صارت المعركه تاع المشعبه والمرمو المرمو هذه ما نعرفش الكل اه شمعي الطيب روح عليك اه تفضل ايش هذا راهو يعني لاباس به راهو الشهيد الشهيد تيري محمد تيري محمد تيري محمد هكا من عين توتا من عين توتا كان معك في الكتيبه كان معنا ما واش كان هو المسؤول او كاين ناس هو ما كانش يقول لك انا هو مع احمد الابيض مع الشهيد احمد الابيض مع الشهيد احمد الابيض وبنو ابراهيم ونقم عليه برك مش والخوه ابراهيم استشهد في عين زيتونه في المشتل تاعنا احنا واحمد الابيض استشهد في المشعبه استشهد في المشعبه اهي هذا الشهيد تيري محمد هذا هرب من الجيش الفرنسي هرب من الجيش الفرنسي هي ما نجمش نقول لك خرج من عين فكرو ما نجمش نقول لك خرج من شيقوش هذه مده طويله ها ما نجمش نقول لك القنطره هذيك اللي تاعها ولاد نصر هذيك ولاد نصر القنطره تاع الحديد يقول لك القنطره الحديد والتحق التحق بسبب بالكتيبه تاع احمد الابيض ولا خدم من قبل مع في كتيبه واحده اخرى هو كل تحت خليفه قتله هو كلكم تحت تصرف تاع خليفه قتله عسكري عسكري مسؤول عسكري هو خليفه قتله هو ما تسمى هو طياره شوف هي كامي عبد الله على كل هذا تيري التحق الجيش التحرير انضم الجيش التحرير هرب من لارمي فرانسيس هو دوريجين بعد برلا سويت عرفنا باللي اللي من عين توتا ولاية بطنة لا لا من عين توتا رسمي زاد ما فيهاش عين توتا رسمي ولاية بطنة وشارك في المعركة تاع 28 ماي 1958 خاطر معركة المشعبة ومعركة مرمورة في نهار واحد نهار واحد يعني بيناتهم بيناتهم جوج سوايع ولا ثلاثة جوج سوايع ولا ثلاثة وهي لما وفي تقريبا نفس المكان نفس المكان ورا فيها خليفة ختلة مصطفى بولدروع فيها طاهر بحمون فيها محمود الحروشي ماتوا نهار واحد ماتوا نهار واحد هذوما هما قيادة في الناحيه نتاع واد سنادي فعمي عبد الله شارك في المعركه هذيك لانه ما يعطيك تفاصيل اكثر عمي عبد الله واش يقولوا له في المقبره في مقبره الشهداء نعم نتاع مرموره في الاسامي مش حاطين تيري محمد بزاف اللي مش محطوطين بزاف اللي مش محطوطين ياسر كاين اللي مش معروفين وحنا اما السير هو مش معروف بالطبع حنا كي دفنوهم كل البلاصه وين طاحوا دفنوهم بعد وكاين اللي بدا يديبوا الحلوه من بعد ايه عاودوا لهم الدفينه اش طيبيه شي عمار شي عمار شي عمار جات هكا ضربوه ضربوه طاح عليا كيما انا ما اظن اسمه احمد خاطي احمد دي مازال حي الشطيبي مسمين عليه واحد القريه لا وك محمد ولا احمد الشطيبي شطيبي اللي مسمين على القرية محمد ولا أحمد ها مش لا البلدية مسمينها على لا دايرة نتاع شطيبي هذيك مسمينها على عمار هذيك على عمار هذيك على عمار لا هذا شوف مسمين عليه شطر القنية
كاين واحد القريه ثم هذيك من عدينا من ثم لقيت انا الشطيبي محمد ولا احمد كاين الشطيبي احمد والشطيبي محمد والشطيبي صالح على صالح غير هذا وين الجندرمري كاين الجندرمري كي غير يخرج كاين هنا في عيد بين كان معايا كان في عيد بين وعندهم مجاهد مس 2012 يقولوا له احمد ثاني الشطيبي احمد هيك عضو جيش تحرير ثاني بعرفش بعرفش طيب هذا يعني بزاف يعني وبكل ما مشقفين مجبورش وما يقراو ايه ايه بكيما عمار دونك واش نزيدوا على تيري والله اضافه احنا المكثر على تيري برك يعني انت كما تقدر تحكي لنا عليه مازال كش ما تشفع عليه شويه هكا والله نوع السلاح اللي جابوا ولا اللي هزوا معاه هو نهار اللي خرج جاب مات 49 ناحوا له شكون اللي داعي يا ربي وعطاوه مزارة الماء عطاوه مزارة الماء عشان نفكروا في هذه الساعة هاو الجا لقيتها ايوا فهمت هاو درناها بشكاط في الخروبة وجبنا فيها خمسة سلاحة وحدة داها عبد الحميد أو كنا نقولوا له كحلوش عبد الحميد سكر كان شيف دو جروب ايه كان دايما مع خليفة سليمان بن عمر كان صح. طورش عبد الحميد طورش عبد الحميد طورش عبد الحميد وحدة داها عبد الحميد طور وحدة جماعة سجن وحدة هذاك النهار كي رحنا للمعركة هذيك تاع وحدة عند محمد صالح بالميهو بالميهو هو ماش بيها تاع براسيش اللي طبق تاع الحديد تاع الحديد جبنا من الخروبة هذيك كنت نرى بشكات بين الدور والخروبة نعم يشربوا قصر روح وربط تيري مع هذه قال لك استنى تيري هذا كان بعد معنا فلومبيسكات فلومبيسكات هذه عندنا غير المولبيشة طيشافه في القلزة وهرب على كريم شكون شكون؟ فرنسا تاع فرنسا تيش فرنسي تيرير تاع البياسة طيشة خزر طيشة في الماء وهرب على كريم شعر خمسة الاخرين سلي عدينا من الزوج مات 49 والقارة وزوج عن برشيش لومبيسكات هذه حضر فيها تيري حاضر فيها جيري مليح حاضر فيها جيري شحال مني وين وقت شو درك اه لا احنا المهم لا احنا المهم يعني هذه هو تيري نقول لك توك هسي قعد في الجيش تحرير واحد خمسة اشهر واستشهد ربي يرحمه ويوسع عليه المهم احنا العائله تاعو تعرف لانه عندنا ما شخصوش هما لا سقساو قالك درنا اتصالات بارتو قالك لكن واحد يقولنا راهو مازال هو في الجيش راه راح مع فرنسا واحد يقولنا أنا يعني استشهد في سكيك ذا هذيك هذيك اللي مات ايه ايه يعني بيقول حجاه كي مات شفتو كي مات ايه ايه بس حاضر ما انت شفتو كي مات كي استشهد شفتو كي مات وشكون اللي كان معنا وتعرفوا مش مليح ديب ربع سعيدية شعر ربع سعيدية بوشهراء كان حاضر هذا اللي قلت لك عليه بول البيش اللي كان شارع سيرو شارع جرين جريني كان حاضر الشطيبي كان حاضر ومربع تواتي ما كانوش حاضرين معك ذاك اللي كان حاكم الجدرمية تواتي حسين هذا حسين حسين هو على بالك دايما تسمى في الشكر من الشكر ما يخرج ما يخرج شيء من الشكر تقريبا ما يخرج من البوام ديال كان عندي بنت بولا سي بون يعني اكتفي هذا ما كان عمي عبد تخبر لك حاجه بني وشوش عليها والله ما يشكر اللي يعطيك الصح قد هذا وربي هو صحيح صاحبك وحنا حنا درك واش راح نالو من هكذا ما عندنا ما نالو والله واش حنا درك ماذا بينا نقربوا بارك الله فيكم بارك الله فيك عمي عبد الله بارك الله فيك عمي عمار